دكتورة صحابنا دول اتقتلت من يومين؟ عايز المحامي. لو رفيق ده يلزمك قوي خليهولك، لكن لو ما يلزمكش طلعه واكسر وزير. مفيش من روح النيابه بكره. ماشي، في حاجه ولا ايه؟ ده بابايا بيتصل، هرد عليه واقول لك على طول. يا نهار اسود، انت عاوزني ابيع لك اسرار جوزي؟ لا سمح الله، مش كلها، انا عايز حاجه واحده بس يكون عليها الطاله. انت متاكد ان الجلع ده فاهم يعني ايه كمبيوتر؟ ده بيقول عليه جينيوس عبقري. هي كلمه واحده بتاثر على مصداقيه اي مرشح. ايه هي الكلمه دي؟ اسرائيل. لقيت حاجة؟ المعلومات كلها عن رجب الشايل قبل ما يختفي. الخيط هنا مش رجب الشايل، الخيط عفيف الشاذلي أو شاهد الحملاوي مراته اللي بقت طليقته. هو طلقها؟ أيوه طلقها، بتدير شركته الكبيرة وبتحقق منها أرباح لغاية ما يخرج من السجن. معقولة؟ تفتكر بعد كل ده هيخرجوه؟ طبعاً هيخرج من السجن ويوافق أوضاعه مع الدولة وهيدفع له كام مليون ويخرج. المهم اي دوله اللي هيعقد معاها الصفقه دي. اكيد دوله حافظ مشهور، راجل النظام القديم. مش شرط، مفيش مستحيل، والمصالح بتتصالح. ممكن يبقى مجدي عبد العزيز. بس رأفت الراوي مستحيل يعمل كده، عشان كده هيموت ويسقطوه في الانتخابات. ولا تستبعدي عن الراوي نفسه ان هو يتصالح معاهم، كلهم زي بعض. اسمعي كلامي. يعني من الاخر كده، لو رحنا الشركة اللي بدينا اللي اسمها شهد الحملاوي دي وطلبنا نقابلها ممكن تفيدنا؟ أو تلخبطنا. إيه ده؟ مين ده؟ مين اللي بيخبط ده؟ مين دول يا حسام؟ ترجعيني أقبضه على ساعتك. إيه؟ أنا آسف، الشغل شغل. تعالى يا ابني هات قعدوا قدام، وانت خش هات لي اللي جوه. يعني انت عايزانا نقول ان رأفت الراوي جاسوس؟ لا طبعا، جاسوس ايه، هو بس كان في تسجيل قديم مع التلفزيون الاسرائيلي بيتكلم فيه عن القضية الفلسطينية. التسجيل ده كان مترجم بالعبري. والحوار ده بقى بيقول فيه ان هو مؤيد لاسرائيل وسياستها؟ لا طبعا، بيتكلم على انه ضد الاستيطان وضد الصهيونيه وضد ممارسات الجيش الاسرائيلي، هو واضح في المساله دي طول الوقت. ما تاخديلي بقى شاي. شكرا. طب وتسجيل زي ده يفيدنا بايه؟ يفيدنا انه اتعمل اصلا. ده هيقول ان رأفت بيقول ان هو ضد التطبيع، بس بيعمل حاجات بتقول انه مع التطبيع. هي نقطة حلوة كده اللي حضرتك بتتكلمي فيها، لكن ما ينفعش أتك بيها عليه. زي ما قلت لحضرتك، إسرائيل هتفضل طول عمرها عدو، وأي تعامل من قريب أو من بعيد من شخصية عامة مع إسرائيل بيأثر على مصداقيته جدا. وعلى العموم لو عاوز أكتر فيه، يا ريت تقولي أكتر وأكتر وأكتر يا دكتورة. أول التسعينات كده سافر مع وفد من سفراء التطبيع لكوبنهاجن، وراح قابل أساتذة وأكاديميين إسرائيليين. هو طبعا ما جابش سيرة لأي حد عن القصة دي علشان ما تهزش صورته كمناضل. أنا بقى عندي المحضر بتاع الاجتماع ده وعندي الفيديوز. حلو حلو، الصور مع الحوار ممكن يعملوا لنا نمرة حلوة قوي قوي قوي. أنا هبعت لحضرتك الدوكيومنتس والفيديو بكرة إن شاء الله. وانا بالمشيئة أكون حضرت سعادتك الشيك التاني. هو مفيش داعي للشيك التاني أصلا، لأن أنا مش هقبل الأولاني. حضرتك زي ما قلت لي أنا بعمل واجب وطني، تفتكر في حد بياخد تمن واجب وطني؟
أني بقى رأيي طول عمري إن ستات مصر جدعان بصحيح. هكلم حضرتك الصبح يا باشمهندس. في انتظار مكالمة حضرتك على أحر من الجمر يا دكتورة نسمة، يا نسمة الانتخابات. قتلتها ليه؟ ما قتلتهاش. امال مين اللي قتلها؟ فين الجثة؟ معرفش. امال مين اللي يعرف؟ الله يبقى في الموضوع ده تقدروا تسألوا الأستاذ رفيق. امال أنا كنت سلمته لكم ليه؟ للأسف رفيق ورقه مظبوط، ما أقدرش أوجه له أي تهمة. هيخرج واحنا انا اقول له طهر نخش مكانه، مش كده؟ تقصد ايه؟ قصدي ان لقيت عسكر يهمها قوي رفيق دلوقتي، هو اللي معاه دليل براءة زياد عسكر، يعني اظن ان فارس ممكن يعمل اي حاجه عشان يخرج رفيق من هنا. بص يا ابني، انا شايف ان انت تخليك في البلاوي اللي عندك دي، تهمه واحده في لسته طويله. ماشي، بس يا ترى بقى هتقدر توجهه تهمة لرأفت الراوي برضه ولا ورقه سليم هو كمان؟ أنا هسلم الأدلة للنيابة وهما يتصرفوا، ده مش شغلي. الجرع ده هيخلص امتى بقى؟ هو شغال، لما يوصل حاجه يقول لنا. قصدك هيشاور؟ ده من ساعه ما جه ما فتحش بقه. لا يا دكتور، بيفتح بقه عشان يحط فيه سجاير. معلش ربنا يكون في عونه وسيبه. الو؟ اقول له مين؟ طيب ثانيه واحده، دي حملة حافظ مشهور. مش بيقولوا في المستشفى بيودع؟ ايوه بس الخبر ده مش كونفيرم. قولهم مش موجود، خلينا نخلص اللي في ايدنا الاول. الو؟ ايوه حضرتك، هو في ميتنج دلوقتي، لما يخرج قول له مين؟ اوكي ماشي، ميرسي جدا مزموزه يا سالي. باي باي. سالي دي مش دي السكرتيره الشخصيه بتاعته؟ طب يا دكتور دلوقتي لو خبر موت حافظ مشهور ده طلع اشاعه، يكونش هو عايز يكلم حضرتك علشان يشوفك انت هتوافق على الطلب اللي طلبه منك او العرض اللي عرضه عليك ان حضرتك تكون رئيس وزراء اللي هو برئيس جمهوريه ولا لا؟ دكتور انت لسه بتفكر في الانسحاب؟ انسحاب ايه بس يا تلميذ دلوقتي؟ شوف الاول هتسجن ولا هتعدم؟ اه صح. بمناسبه الاعدام والسجن يا دكتور، عملت ايه في التهمه اللي كانت في شنطه العربيه؟ في واحد خلص الموضوع. خلص ايه؟ ومين الواحد ده؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفش يا دكتور؟ الواحد ده ممكن يبلغ بوليس او يكلم اي حد. ما كانش قدامي حد تاني. واحد جاء هخلصك، قلت له خلص. يا دكتور المفروض بصراحه الليله دي ما كناش نسيبك لوحدك. استر يا رب. شوف يا ابني. الو؟ وعليكم السلام. اقول له مين؟ دي حملة مجدي عبد العزيز، ده عايز يكلم حضرتك بنفسه. اوبا. ايوه الدكتور مع حضرتك، اتفضل. ايوه يا باشمهندس. اديني بكلمك اهو يا دكتور قبل المهله اللي اديتها لي ما تخلص. انت تتكلم في اي وقت. كلك ذوق وصاحب واجب. بس ما كانش ده العشم انه يحصل بينا، وما كانش توصل للابتزاز يا دكتور. وليه بس بتسميها كده؟ عشان ملوش اسم تاني. ما هو لما يكون عندي دمل وانت تقعد تفعص لي فيه، ما انا هتوجع طبعا، وهدور لك على الدمل بتاعك فين وافحصه لك واوجعك. انا مش فاهم يا مات. على بلاطه كده انا مش هنسحب وهكمل في الانتخابات، وانت بقى طبعا هتاخد الناس وتروح تشهدوا ضدي، لكن قابل بقى يا حلو. مش حسيب.
برضه مش فاهم. انا هطلع انصح منك يا دكتور ومش هقول لك على اللي جوايا بسهوله كده، لكن احب اقول لك على حاجه، ان حياه كل واحد فينا فيها مآسي وذنوب وجرايم، فيه اللي يتغفر وفيه اللي ما يتغفرش ابدا. اظن فهمت مرادي. ها؟ انا جاي لاستدعاء بكره في النيابه بخصوص قضيه حافظ مشهور. لو جال استدعى تاني ما تبقاش تلوم الا نفسك يا دكتور. تمام، والرساله وصلت يا مجدي. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى شرفنا بالزياره في التليفون. يا ريت ما تكونش زعلان مننا يا سياده المقدم. لا خالص، بس ليه رفيق ممكن يكون مهم عند حضرتك للدرجه دي؟ مجرد صديق زي ما منتصر ما قال لحضرتك بالظبط. احنا الصداقه عندنا شيء مقدس، مش ممكن حد ابدا يطلب مننا خدمه ونتاخر عنه في الخير طبعا. عشان كده دايما الناس تحب تكسبنا وعمرها ما تخسرنا. صديق بس كده؟ يعني مش عشان معاه دليل براءة أخوك؟ مين اللي قال لي سيادتك الكلام الفارغ ده؟ زياد مسجون بحكم محكمة، وإحنا الأهم من ده ناس بنحترم القضاء والقانون. باين. نصيحة، نصيحة من أخ يا سيادة المقدمة، يا ريت تنسانا وترمينا ورا ظهرك، أنت خلاص بقيت في الأمان. ماشي، هرميك ورا ظهري، بس كان عندي سؤال أخير. عارفه، منتصر قال لي عليه هو كمان. أنت نفسك تعرف مين الست اللي كانت موجودة عندنا هنا في آخر زيارة ليك ليا؟ مظبوط. دي صديقة قديمة للعيلة، وفي بيزنس ما بيننا. برضه زي رفيق كده؟ تقريبا. يعني مش هي ام يوسف رمزي؟ يا دي يوسف رمزي ده، الواد ده شكله مطير النوم من عينك. لا يا سيدي، انا على حسب المعلومات اللي عندي ان مدام منى ما عندهاش اي اولاد. مدام منى مين؟ مدام منى عبد الرحمن. ثانيه واحده. ايوه يا منتصر، خلي مدام منى تتفضل. اهلا اهلا يا منى، اتفضلي. هاي. اعرفك، سياده المقدم حسام بيه الاليوبي، كان لسه بيسالني عنك. هاي. حضرتك مدام منى؟ منى عبد الرحمن. سياده المقدم كان شاكك انك ام الواحد اسمه يوسف رمزي. يا ريت يا ريت، بس للاسف ربنا ما رزقنيش لا باولاد ولا بنات. بس ليه حضرتك تشك فيا؟ خالص يا فندم، انا بس يعني حضرتك ما تعرفيش الشخص ده؟ نيفر. مين ده يا فارس؟ ده يا ستي اللي مطير النوم من عيني. واو. بعد إذنك. تشربي حاجة يا مدام منى؟ شكرا. أظن بقى كده إحنا عملنا اللي علينا. دور الباقي عليك أنت. لمحت أنا سهير دلوقتي وأنا طالع؟ اسمها السوير، اسمها منى عبد الرحمن. منى عبد الرحمن عايزه ايه؟ ضروري عايز حاجه من فارس بيه، ما تشغلش بالك بيه. والطلب بتاعي انا؟ مش نسينك، كل اللي انت عايزه هتاخده، بس سلم واستلم. كاش مش شيكات. بس ده مبلغ كبير. خد وقتك،
بكره بعده زي ما انتوا عايزين. لما تكونوا جاهزين نعمل كده مشوار صغير، نشوف الفلوس بنيه الاول وبعدين اسلمكم وبوسه فوقيها. ايه النصاحه اللي بقيت فيها دي؟ من غيرها ما كنتش هفضل عايش لحد دلوقتي. كده قول لي، لو الست دي امك فعلا اسمها ايه؟ سهير اسماعيل عامر، ده الاسم اللي قريته على الجواز وعلى تذكره السفر لما رحت لها البيت. رحت لها البيت امتى؟ بعد ما شفت فارس عسكر لاول مره. كان معتاد رحت لها عشان احاول افهم اي حاجه، وكان معتاد برضه ما فهمتش اي حاجه واتلخبطت اكتر. متاكد انك شفت باسبورها؟ اه مفروض اني متاكد يعني. الست دي انا كنت لسه معاها من شويه، وقالت انها لا تعرفك ولا عمرها شافتك، واسمها منى عبد الرحمن. عادي، مش مستغرب اللي بسمعه. بص بقى، الجو اللي انت معايش نفسك فيه ده كبيرة هينقذك من حبل المشنقة، انها مش هينقذك من الحبس. مصحة بقى، سجن. لو تعرف حاجة قولي. انا كده عملت اللي عليا وزيادة. انا هحاول ورقك بكرة على النيابة وهما يتصرفوا معايا. بتدور على حاجة ضايعة منك؟ أيوه. خاتم سوليتير مثلا؟ معاكي مش كده؟ ده مفيش فايدة فيك. مصر تودي نفسك في داهية وتوديني معاك؟ هاتي الخاتم. خلصت، خلصت بلاد الدنيا كلها. والله دي حاجة ما تخصكيش. لا تخصني، تخصني جدا. تعرف كويس قوي أبوها يبقى مين؟ يعني اللي هيسيبك ولا هيسيبني. والله لو خايفة ابعدي عني، مالكيش دعوة بيا. ما أقدرش. أبعد عنك إزاي وأنا شايفك ماشي في سكة غلط؟ طيب، طب بصي بقى، دي آخر مرة هطلب بلساني. فين الخاتم؟ مرة، اسمع كلامي، مرة، مرة واحدة في حياتك أنت كده هتقضي على نفسك وهتقضي عليا وعليك. صدقيني مش بإيدي. وبعدين على عربية الكبدة مش عارف اديكي الهدية المتواضعة اللي انا جايبها لك. ايه في ايه؟ لا موبايل جيران. في حاجة ولا ايه؟ ده بابايا بيتصل، هرد عليه واجي لك على طول. وقت بابايا ده؟ هي حصلت جواز؟ انا قلت لك 100 مرة ما تفتشيش في حاجتي. وكمان ليه جاي تتكلم؟ يعني رايح تتجوز من ورايا وجاي تقولي ما فتشش في حد؟ وانت مالك، انت اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ ما انا مدى ما عرفتي بقى كده ابوها هيعرف. ما يعرف؟ ما هو مصيره هيعرف. يا سلام بالبساطه دي، فاهم انه هيسيبك كده؟ يعمل ايه يعني؟ هيقتلني؟ مش بعيده عليه، انت مستبعدها عليه؟ انا لا خطفتها ولا اتجوزتها غصب عنها، هي كمان موافقه. ده اكبر دليل على ان انتوا الاثنين عارفين ومتاكدين انه مش هيوافق، وعشان كده رحتوا عملتوها من ورا. بقول لك ايه؟ انا همشي واسيب لك البيت واعفيكي من اي حرج، واكنك ما تعرفيش حاجه. هتروح لها برضه؟ مش مهم بقى اروح فين، المهم ان انت ما يبقاش عليكي اي مسؤوليه قدام صدري. سلام. مالك يا حبيبي؟ شكلك متغير النهارده. والله مش النهارده بس،
انا بقالي اسبوع بسال نفسي هنفضل لحد امتى نتقابل زي الحراميه كده احنا متجوزين شرعي. قصدك نعلن جوازنا صح؟ وليه لا؟ ده السؤال اللي انا بهرب من اجابته من يوم ما اتجوزنا. هيعمل لنا ايه يعني؟ يا بنتي ده انت بنته. ايوه عشان انا بنته جايز ما يعمليش حاجه، لكن انت مش هيسيبك. صدقيني انا بعرف اتفاهم معاه، مش هيحصل حاجه. ده هو؟ لو هو يبقى كويس قوي عشان احكي له كل حاجه. انا ما صدقتش نفسي لما انت كلمتيني، قلت لك مش متخيله كنت قلقانه عليكي قد ايه اليومين اللي فاتوا دول. حاولت كتير اطمن عليكي بس ما عرفتش. دي يعني لبنى ما طمنتكيش خالص؟ بالعكس دي قلقتني اكتر. اصلا انا كنت قاعده معاها امبارح وطمنتها، واديني قاعده معاكي اهو كويسه الحمد لله. يعني انتوا خلاص اتصالحتوا؟ ايوه الحمد لله، اخيرا خبر عدل في اليومين القرف اللي احنا فيهم دول. بقول لك إيه؟ ايه، انا عايزه اطلب منك طلب ومش عايزه اقول حاجه من الاول ومستنيكي تتكلمي براحتك. انتي مش جوزك يبقى قريب عفيف الشاذلي ده من بعيد؟ اه اشمعنى؟ اصلا انا عايزه اقابل مراته. شهد الحملاوي؟ اشمعنى؟ مش وقت اسئله يا ساره، تعرفي توصليني بيها؟ حاضر حاضر، حاجه بسيطه انا هكلمها لك. الو دينا، انا فضلت سهران جنبه طول الليل امبارح لحد لما وصل السورس اللي بيسرب الداتا وطلع على جهاز دينا. يعني ملهاش معنى تاني، دينا هي اللي بتتجسس علينا بقالها 3 شهور. وهي فين دلوقتي؟ انا كلمناها وزمانها في السكه، بس مش هي دي المشكله الوحيده. لو حضرتك نايم من ساعه جه محضر محكمه وسلمني الاستدعاء ده، عايزين حضرتك في النيابه العامه. بخصوص ايه؟ انا من ناحيتي كلمت كل مصادري في النيابه، مفيش اي حد راضي يقول حاجه، زي ما يكون سر. ده غير كمان ان هو لسه فيه كمان؟ اه امبارح اتقدم بلاغ في مجدي عبد العزيز. ده غير بلاغ حافظ منصور بتاع الاغتيال؟ ده البلاغ اللي هو هيروح فيه النيابه النهارده، انما بكره هيروح النيابه بفلاغ تاني، بلاغ يخص قضيه ابني اللي ملفها معانا. ومين اللي بلغ؟ ما قدرتش اعرف، بس الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان 100% هو مش هيشك غير فينا احنا. وبعدين بقى هنعمل ايه؟ كده رأفت الراوي خلع برقع الحائل وكشف وشه، يعني الحرب بقت علني على عينك يا تاجر. مش هنسيبه يا ريس. كلمي لنا الدكتوره دي وقولي لها فين اللي اتفقنا عليه. حاضر. ما تضايقش نفسك يا ريس، مش هيكون اصعب علينا من حافظ مشهور. حافظ مشهور بعت شويه جرابيع ورايا النيابه عشان يشهدوا عليا زور، بس ثاني دخلت النيابه وانا رافع راسي لفوق عشان دماغي ما عليهاش بطحه. رأفت الراوي ما بكدبش، وعشان كده محتاج لتعامل من نوع تاني. ما بتردش يا باشمهندس. خليكي وراها كده على طول، الست دي اخر امل لينا. تعالى انا عايزك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا كنت عايزه اقابل مدام شهد الحملاوي. في ميعاد؟ اه قولي لها جايه من طرف ساره حبيبي، هي لسه مكلماها دلوقتي. طب لحظه واحده يا فندم. تامر؟ ايوه تامر، بحاول اكلمه بقالي ساعتين ما بيردش عليا. هو اخر مره كلمته كان من يومين، كان قايل انه رايح الغردقه، بس الموبايلات هناك ما بقاش فيه شبكه. بس انت عايزه قوي كده ليه؟ عايز اعرف اذا كان اتصرف من دماغه وقدم بلاغ ولا لا. بلاغ؟ بلاغي. سيبك من التفاصيل وما تضيعيش وقتك فيها. المهم تفضلي وراه وانا كمان هفضل وراه، لو كلمك او كلمتيه قولي له انا عايزه ضروري جدا. طيب. اهلا وسهلا، منوره المكتب. ميرسي، ده نورك. تشربي ايه؟ لا ولا حاجه، انا جاي استفسر عن حاجه معينه وهمشي على طول. لا ما ينفعش، لازم تشربي حاجه. ما يغركيش المنظر والمكتب والهلومه دي، احنا ولاد بلد ونفهم في الاصول. تشربي شاي؟ طيب.
اتنين شاي في الخمسينة. ابن حضرتك؟ علي مطلع عيني روحه في ابوه، كل اسبوع لازم زيارة على الاقل. ان شاء الله هيخرج قريب. هيخرج عفيف السجن عشان الرأي العام يهدى والميادين تفضى، انما بالقانون هو ملوش اي حاجة. وديكي شايفين هو شغالين الاف الموظفين والاف البيوت المفتوحة، وفي الاخر يقولوا علينا ناهبين البلد. خيبة بعيد عنك. قوليلي انتي تقربي ايه لهشام مطلور؟ لا 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 انا ما اقربلوش، ده هو جوز سارة صاحبتي اللي كلمت حضرتك. طب اقدر اخدمك بايه يا هالة؟ انا كنت جاي اسال حضرتك عن شخص معين لو تعرفيه. متقدم لك مثلا؟ لا لا هي قصه طويله وانا مش عايزه اخد من وقت حضرتك كتير. تعرفي واحد اسمه يوسف رمزي؟ يوسف رمزي؟ لا الاسم ده مش مألوف عليا. مراد الشيشي؟ انت بتقولي مين؟ واضح ان حضرتك تعرفيه صح؟ انت متاكده من الاسم؟ ايوه. هو ده؟ اه ده انا بقالي 12 سنة بدور عليه وانت النهاردة جاي تسألين عنه؟ حضرتك قابلتيه قبل كده صح؟ مرة واحدة في اوتيل 5 نجوم، ودي صورة الباسبور اللي كان حاجز بيها الأوضة، جبتها من الاوتيل بعد ما اختفى بأسبوع. ده لما روحتي تطلبي منه انه يبعد عن رجب الشال اللي اختفى يوم 25 اغسطس. الموضوع ده محدش يعرفه غير انا وهو بس. معنى كده انك تعرفيه. احكي لي كل حاجه بالتفصيل. شفتي ازاي؟ وامتى؟ وهو فين دلوقتي؟ سباي وير ايه وتروجن هورس ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. والله انا كمان بحاول افهم بصراحه. يعني في بلاعه في جهاز الكمبيوتر بتاعك يا دينا، البلاعه دي بتاخد البيانات اللي عندنا وتسربها لجهاز تاني بره الحمل. يبقى في حد عمله سيت اب على الكمبيوتر بتاعي وانا ما اعرفش. يا بنتي انت في حد بيقعد على جهاز الكمبيوتر بتاعك غيرك؟ لا. طيب بس ممكن حد يقعد عليه وانا مش موجوده، واصلا في نتورك ما بين الكمبيوترات كلها. طبعا ما انت لازم تقولي كده عشان تخلينا نفضل نلف حوالين نفسنا. طيب وليه ما تقولش يا تميم ان انت اللي بتعمل كده علشان تردها لي عشان بلغت عنك دكتوره نسمه؟ هو انت اللي بلغتي عني؟ يا نهار اسود، انت اللي عملتي كده يا دينا؟ ايوه. مش احسن ما كلنا كنا نترفد بسببه؟ ما بقتش قادر اصدق بصراحه ايه اللي بيحصل في الحمله دي. والله ولا انا مصدق. انا ازاي شغالين مع بعض واحنا مش واثقين في بعض كده؟ ازاي بنقطع في بعض بالسهوله دي؟ بصوا يا جماعه، انتوا لو عايزين نمشي من الحمله انا ممكن امشي دلوقتي حالا، بس احلف لكم بايه انه والله العظيم والله العظيم انا ما اعرف ايه بتاع الواير بتاعكم ده، انا مش فاهمه. هو دلوقتي في الامن الوطني لحد ما يتعدد عن نيام. متاكده انه هو؟ ايوه متاكده. بتقولي فاقد الذاكره؟ اه بس بيتعالج وبيتحسن. وازاي ممكن يبقى يوسف وممدوح ومراد في نفس الوقت؟ ما هو ده واحد من الاسئله اللي ملهاش اجابه. زمانك مستغربة ازاي رحت له من 12 سنة اطلب منه يبعد عن رجب واشتمه هو وعفيف، وبعدين اتجوز عفيف وخلف منه كمان. هي بصراحة حاجة غريبة. اليأس، اليأس ممكن يعمل اكتر من كده. مخبيش عليك، رجب هو الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي كلها، وكان عندي امل كبير نتجوز في يوم من الايام، لكن لما اختفى يئست. واليأس ممكن ينتحر، لكن ممكن كمان يتجوز ويخلف ويعيش ميت بيحاول ينسى وما بينساش. بس عفيف الشاذلي بالزيت يعني؟ المشكلة دلوقتي إن جايلي ترجعي لي أمل كان مات من سنين طويلة. إن رجب الشال يطلع عايش، أو على الأقل أعرف مات إزاي. قلتي لي الضابط اللي قبض على مراد كان اسمه ايه؟ اسمه حسام القليوبي.
ايوه يا عمرو، شوف لي حد كويس من الشؤون القانونيه هبعته الامن الوطني، قال لي طلب هناك. ايناس هايله. طب انا هطلبها عشان اقول لها تعمل ايه بالظبط. سلام يا عمرو. ايوه يا ايناس. صباح النور. صحيت؟ صحيت. انت لسه من امبارح؟ لا طبعا، لسه جايه من شويه. البي يا سيدي متشرط عليا، ما يدينيش اتعدي غير الصبح. انت تعبتي معاهم بجد؟ كله بتمنه. تشرب شاي؟ اشرب شاي. قولي بقى، ناوي تعمل ايه بالفلوس اللي هتاخدها من زياد؟ فكر ارجع على استراليا. استراليا اللي انت عمرك ما رحتها. عشان كده اروح اشوفها بقى. سكر، بس مش شايف ان هي بعيده حبتين؟ بعيده. عايز تيجي معايا؟ سكتي غير سكتك. لا حبيبتي، سكتنا واحد، احنا الاثنين ملناش عايش في البلد دي. استراليا مش ابعد كتير من لندن على فكره. اللي عايز يجيبك هيعرف يجيبك حتى لو في المريخ. ولو انت عارفه كده ليه مشيتي ورا دماغي برضه؟ انا فعلا مشيت ورا دماغي صحيح، لكن لعبتها صح. انما انت بقى لعبتها بخشوميه. عايز تلعب لحسابك يا رفيق، قشطه، المهم تلعبها صح. إنك ما تزعلش حد منك ده فن، إنك تكسب وتكسب اللي معاك ده كمان فن. بس أنت يا حرام، كنت فاكراك فنان عن كده. فين منتصر؟ فين منتصر؟ صبري ممكن يغفر أي حاجة إلا الخيانة يا رفيق. الدليل أنت مخبيه في 7 شارع المساحة، مش كده؟ بقى مين اللي بعتك يا استاذه ايناس؟ مش مهم يا فندم مين اللي بعتني، المهم ان في اثبات شخصيه في ايد حضرتك. شخصيه ايه واثبات مين؟ دي صوره من باسبور خلصانه بقى لي 6 سنين. اوكي، والصوره منتهيه الصلاحيه دي بتثبت ان حضرتك محتجز مواطن ما عليهوش اي مشاكل وغير مطلوب في اي قضيه. انا اللي عندي اسمه يوسف رمزي، مش مراد الشيشي. مفيش اي اثبات للشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، لكن في اثبات لشخصيه مراد الشيشي في ايد حضرتك اهي. ده مؤاخذه، الورقه دي تبليها وتشربي ميتها، ما تلزمنيش. اوكي يا فندم، متشكره جدا. حسام باشا، ازيك يا باشا؟ روف، عايز ايه على الصبح؟ لو عندك حاجه عيد اقولها، ما عندكش مش عايز اسمع حاجه. هو في خبر سيادتك، بس انا مش عارف هيكون كويس ولا لا. ما انا مش فاهم دماغ سيادتك بصراحه اليومين دول. بخصوص ايه؟ رفيق يا فندم، وانا بدور في الملفات القديمه اكتشفت فعلا ان هو كان ظابط عندنا، بس كان اسمه سعد الجهني واستقال بقاله اكتر من 15 سنه، وملف اهو سيادتك. ماشي يا رب، سيبني انت شويه. اوامرك يا باشا.